طولت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. سيأتي اليوم الذي ستمدد فيه على فراشك، تريد أن تودع الصغير فلا تستطيع، تريد أن تودع الكبير فلا تستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة، يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتف الساقان. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تقول فلا تستطيع. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فاتقوا الله عباد الله، ابكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، احملوا أنفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الرقاب، استعدوا للموت قبل أن ننادي بأعلى الصوت. رباه ارجعون فلا يستجاب لنا. لساعة تجلس تحاسب فيها النفس خير من أيام وساعات تهدر فيها الأعمار. نعم أيها الغالي، لا بد من الرحيل، طال الزمان أو قصر، سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة. لكن قل لي بالله، كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيل؟ الذي أخر الناس عن التوبة طول الأمل، الذي أخر الناس عن التوبة والصدق والاستعداد للآخرة طول الأمل. ولقد قال الله عنهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل سيموت، لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولأن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت إلا بالعزة والجبر. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فالعمر مهما طال فهو قصير.